أردت الزواج من بنت خالي ونذرت لله أن أصلي 20 ركعة إذا تم ذلك الزواج، ولكن لم يتم ذلك الزواج، وقد وفيت بنذري وصليت 20 ركعة لأني على ثقة بأن الله تعالى لا يريد لي إلا الخير، وخشيت من الموت ولله علي نذر، فهل عملي هذا صحيح؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذا نذر معلق على حصول الزواج ولم يحصل، فلا يجب عليك شيء، فلا يجب عليك شيء، لأنه نذر معلق على حصول المقصود ولم يحصل، فلم يجب في ذمتك شيء، لكن ما صليته يرجى لك الأجر فيه، يكون من باب التطوع. نعم، بارك الله فيكم.